باسم الجبار ونصلي على النبي المختار، نشهد والشاهد رحمن، الليلة شفنا هلال يبان، يبشر بأول رمضان. مبروك إن شاء الله وخير عام. بولدت يا رمضان بالصفو والخير، يا مثقل الأغصان بالنور والزهر، سبحان من أجرب نهرا من الأيام، ملء الوجود سناب قبس من الإسلام. من أنزل القرآن في شهرك المزدان، شمسا من إذا كان قدر الإنسان النسيان، فإن عين التاريخ يقظة تسجل في ذاكرته كل كبيرة وصغيرة. يكفي تقليب دفاتر الأيام بجميع محاملها القديمة والحديثة، أوراق كانت أو أفلام، حتى يعود الماضي في أجلى مظاهره. ومع قدوم رمضان يفسح لنا هذا الشهر الفضيل مساحة للذكريات والحنين، فنسارع إلى النبش في ذاكرة التاريخ لنستحضر المشهد الرمضاني في مطالع القرن الماضي، بدءا بليلة الشك. يا حسرة على أيام زمان. لرؤية هلال رمضان يخرجوا ناس عارفين بالفلك ويعرفوا البجرة متاع الهلال، ناس ثقات، ناس معروفة في البلاد، كيف الشيخ القمودي الله يرحمه، كيف برشا ناس اللي هما معروفين ما نسميهمش أنا، يخرجوا يطلعوا لسماع جامع السونة، يطلعوا لسباب سيدي عبد الله، نهج البرج، نهج جامع صاحب الطابع، ودائما يشوفوا المجرى. بعد ما يشوفوا المجرى تبدا الناس واقفه في الديوان وفي في القصبه، كانت الناس تتغاظ، فهمت، تعيط ويجيبوا ويحضر القاضي الحنفي والقاضي المالكي وجميع شيخ الشرع، تبدا القهاوي اذا كان في الشتاء، واذا كانوا في الصيف ثم المبردات. اذا ثبت رمضان في الليله هذيك ليله الشك، يمشيوا للقاضي ويعلموه يا سيدي رانا شفنا الهلال، والهلال اذا كان ما يتشافش من هوني من تونس يتشاف من نابل، من سوسه، من صفاقس، من قابس، من الولايات، ويبعثوا زاد هما يقولوا رانا شفنا الهلال، ولو تونس شافت الهلال يبعثوا الاخرين زاد يقولوا رانا شفنا الهلال، ويتايد هذيك وقت القاضي ايد الرؤية من تونس ومن نابل ومن غيرها، ويعمل رسالة ويبعثها للبي. تبدأ زوز خيالة واقفين قدام الديوان، الخيالة هذوم كان يمشي ويعلموا البي، يكتب له كلمة سر في كشباب هذاك ويعلموا البي.
بعد ما يعلموا الأمير في ذلك الوقت، الأمير يعلم باش يضربوا المدفع، في المدفع كان في باب العسل. يا حسرة على أيام زمان. من مظاهر شهر رمضان التي اندثرت ولفها النسيان، بوطبيلة الذي كان ينبه النائمين لتناول وجبة السحور. يا سامي يا إبراهيم قوموا السحور، إذا عملت مرسول يا سيد محمد يا سيد طيب قوموا السحور، إذا عملت مرسول. من الوجوه اللي تظهر عند حلول شهر رمضان شخصية بوطبيلة، هالمهنة اللي قاعدة تزول شيئا فشيئا. أول رمضان الله عينك عايشك. شو اسمك يا بابا؟ محمد العشي. ايوه اش تخدم انت؟ ها في الطبخ. انت اللي يقولوا لك بوطبيلة؟ هاك هو. قديش عمرك؟ 98. ما زلت البركة. الله يبارك فيك. قديش عندك وانت تخدم في المهنة هذه بوطبيلة؟ 57 سنة في الطبلة. ورثها؟ اي نعم. يا راكب الجمال يا مين على همتك بل بيحك لك عاملوا لقاف في ناس كثيرة واللي معها الله لا يغلب. شكون كان قبلك يقوم؟ بوك كان؟ والدي كان طبالة. مات في 96. ايوه. وانت بوطبيلة توا 57 سنة في المرسى هوني؟ اي نعم. يا راكب الجبال يا مين على همتك من اللي بيحك لك بغرامة؟ بالغرام وبالصيف عليا، الاهالي ما حبوني الا انا، وكيف نموت انا وفات الحسبة. اكاو عندك شولاد؟ عندي بنات معرسين. ذكورة عندكش؟ واحد بولاده. ما هوش مغروم بالطبلة؟ لا جيني لا نجيه. مش مغروم بالطبلة؟ لا 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 لا. عاملوا لقات لي ناس كثيرة واللي معها الله ولا يغلب. وتدور على سقيك توا؟ على سقايا. من أول الدنيا تدور على سقيك؟ إيه كنت وكيف طحت وليت على بهيم عامين عمل لي فتخ سلمت فيه. وليت على سويقاتي. صار كنت تدور على بهيم؟ إيه كنت على بهيم عامين قعدت برك. صار تقريبا يجي 5 سنين البهيم سلمت فيه. ويا راكب الجمال يا مين على همتك من لبيح كلاب عملوا على قتلي ناس كثيرة واللي معاها الله لا يغلب. بعد سيدي رمضان اش تخدم؟ شيء. انا ما زلت نخدم 98 سنه. من رمضان لرمضان. هكا هو. يا الدنيا مثلتها رمان وجلتها الحبه مصبوط. حوالت بالحبوب مليان وحنوت ما يعلم على حنوت. عم الجاي. اي. ناوي تخدم طبال زاده؟ ان شاء الله كان عشت. كان عشت ان شاء الله. ويا راقد الليل مهناك والفجر بين صباحا في العيد. اي سكان المنطقه اش يعطيوك؟ يعطيوكش فلوس؟ اش يعطيوني؟ مشاها بعبوصها يعني. اش يعطيوني؟ تدور عليهم الكل؟ اش نعمل ماله. ويا صاحبي رطب السير وامشي ومشي الهدايا. نروح ماضي ساعتين، ماضي ساعتين ونص باش نتم نروح. وقتاش تخرج؟ نخرج السبعة وربع، السبعة وربعة. وكي تبرد الطبلة نتاعك وين تسخنها؟ في الديار. يخليوك تزوز؟ ما يسخنها في الديار، ما لاش نعمل. يعرفوك كبار وصغار؟ وكيف آخر الوقت ولا تشد السخانة ما عادش تبرد. كان شي لا ثم شتا ولا ثم ريح ياسر. إلا ريح ياسر ما نخرجش. بلا ونخرج.
وإذا فال تفال الخير ينصاب بعد الثنايا، وإذا الأمر وصل لستين هذيك حد النهاية. في وسط رمضان شطول؟ في وسط رمضان ويا راكب الجمال يا أمير على همتك من لبيح كلاب، عامل على قتلي ناس كثيرة واللي معاه الله لا يغلب. هذه بيت قديش تمشي من كيلومتر في الليلة يا محمد؟ نبداها من الجبل فما تقريب يجي 3 كيلومتر كل ليلة. مالا أبا ساقي مشات. شبيها ساقك يا محمد؟ ما يتوجعني من الوقوف، المشي نمشي خير. تمشي خير؟ مالا. قديش عمرها الطبلة اللي عندك؟ هذه جلدها عندها جيت 4 سنين توا. العصا قد عمرها؟ فوق 150 سنة. ورثتها على ابوك؟ لعزيزي. عزيزك كان طبال زادة. اي عم محمد. قديش توصل تصور توا في رمضان؟ 50 60 هكا، حد ما نتعداش اكثر من الحساب هذا. هكا هو عم ناول. قديش وصلت؟ عم ناول صورت 40. والعام اللي تبدأ فيه ميسرة برشا قداش توصل؟ 50. ما توصلش للتسعين؟ لا 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 تصل، ما تحرهاش بس تخلصش عليها، تخلصش عليها. ولي في آخر رمضان شو تقول عم محمد؟ في آخر رمضان؟ انت الوداع الليلة ويا مكبرة هيلة ويا طير الحمامة وسيدي رمضان بالسلامة. يا سيدي رمضان بالسلامة. يا حسين دايما القلب سالمة وربي يحيينا ويحييكم لأمثاله. يا حسرة على أيام زمان. كان للتلفزة التونسية منذ انبعاثها في سنة 66 و900 و1000 تقاليد معروفة للاحتفاء بشهر رمضان المبارك تنفرد بها على مثيلاتها من التلفزات العربية، وكان التونسيون يعدونها جزءاً من سلوكياتهم وتقليداً ثابتاً يفقدون من دونه الكثير من بهجة هذا الشهر الكريم ورونقه. ولئن ذهبت الأيام بكثير من هذه العادات والتقاليد الحميمة إلا أن الذاكرة الجماعية ما زالت تحن إلى إنتاجات التلفزة التونسية وإلى إبداعات رمضان أيام زمان الذي تتنوع فيه الأطباق الرمضانية التونسية الصرفة تنوعاً لا مزيد عنه، فكانت عامرة بالروايات والمسرحيات والحكايات الجميلة والطريفة التي حازت على كثير من التقدير والاحترام والثناء. وكانت التلفزة تجمع العائلات والجيران فيسود البيت أو البيوت الهدوء والسكينة التي تعبق بها الصلات الاجتماعية، فتشيع البسمة والبهجة والسماحة والسعادة. أيام زمان كانت التلفزة في رمضان على هذا النحو، وإلى الآن ما زالت جامعة للشمل ومروحة عن النفس. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء مع رمضان في ذاكرة التاريخ. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.